ما كنربحوش الفلوس من يوتيوب باسكو يوتيوب ما كيخلصش فريمون بزاف ولي فيوز في المغرب ماشي النيفو تي بي ام اصلا ما طالعش بزاف باغ كونتر منين لي بلوغر في المغرب كيربحوا الفلوس سيم لي بارتنيريا اللي كيديروا مع لي مارك اسمومون لا كنهضر بالنسبه ليا انا ما عمري كندير بارتنيريا مع شي مارك اللي ما مقتنعاش بها اول حاجه كنطلب منهم كنقول لهم عطيوني نجرب المنتوج الا عجبني نقدر ندير معكم بارتنيريا اللي نتخلص عليه حيت ما يمكنلكش تمدح ولا تشكر في شي حاجه اللي ما عجبكش وتكذب على الناس اللي كيثيقوا فيك يعني اهم حاجه هي المصداقيه وانك تكون مقتنع بشنو كتقدم للناس تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب